حرب في الحديدة على وقع الزيارة الأولى للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى هذه المدينة منذ التوقيع على تفاهمات ستوكهولم، وسط توقعات متشائمة بشأن إمكانية نجاحه في احتواء الانهيار المحتمل لهذه التفاهمات. فور وصوله إلى القسم الذي يسيطر عليه الحوثيون في مدينة الحديدة، عقد المبعوث الأممي برفقة رئيس فريق المراقبين الجنرال باتريك كاميرت لقاء مع الجانب الذي يمثل الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. أهداف لقاء كهذا لم تتضح بعد، لكن الهجوم المسلح على الجانب الحكومي في اللجنة يشير إلى أن المبعوث الأممي يحاول جاهداً إعادة جمع الطرفين في اللجنة المشتركة وسط صعوبات يضعها الحوثيون على ما يبدو. فقد هاجمت عناصر مسلحة حوثية صباح الثلاثاء بوابل من الرصاص ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والجانب الحكومي والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق الموصل إلى مطاحن البحر الأحمر التي كان مقرراً أن يزورها المبعوث الأممي. حدث ذلك رغم وعود تلقاها الجانب الحكومي من الجانب الأممي بأن هجوماً كهذا لن يحدث، فيما يواصل الحوثيون تعطيل جهود إزالة الألغام على نحو يعكس عدم رغبة الميليشيا في الانسحاب طبقاً لتفاهمات ستوكهولم. يأتي ذلك فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في شارع 50 وأطراف شارع 90 وجوار مدينة الصالح ومحيط الجامعة في ظل استمرار القصف المدفعي الذي يستهدف القوات الحكومية من مواقع تمركز الحوثيين في وسط المدينة. وشهدت المدينة تحليقاً مكثفاً لطيران الدرونز الذي يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف السعودي الإماراتي بعد توقف دام 20 يوماً. وفي الأثناء تشهد مدينة الحديدة تحركات كثيفة لعناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي على متن الدراجات النارية في وقت قامت فيه عناصر من الميليشيا بجمع العمال في المدينة وتوظيفهم في القيام بالحفريات في شارع 30 و90 بشمال المدينة. تطورات تحاصر مهمة المبعوث الأممي وتحول دون نجاحه في إنقاذ تفاهمات ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة في الوقت الذي يضع فيه المبعوث كل ثقله لمحاولة إبقاء الأمور على ما هي عليه من المراوحة بين اللا حرب واللا سلم في هذه المدينة الساحلية الواقعة غرب اليمن.